السلام عليكم أطفال الصف الأول ألف. درسنا اليوم هو الهمزة. الهمزة حرف من أحرف اللغة العربية. نلاحظ في هذه الصورة صورة أرنب. كلمة أرنب تبدأ بالهمزة أرنب. يكتب الطالب بجانب الصورة أرنب. يوجد للهمزة أربعة أشكال مع الفتحة أ، الضمة أو، الكسرة إي، وهنا منفصلة تأتي في آخر الكلام. إذا سوف نتعرف على اسم الهمزة والربط بصوتها. حرفنا اليوم هو الهمزة وصوتها إ. مرة أخرى، درسنا اليوم عن الهمزة وصوتها إ. يوجد لديها أربعة أشكال ترتبط بحروف المد القصيرة فقط أ أو إي، وهنا تأتي منفصلة في آخر الكلام فقط. أنطق أ أو إي إ مع كتابة الحرف في أسفل أ أو إي. أردد الكلمات منتبها إلى الصوت أ أو إي إ. أحمد، أسامة، إيناس، شتاء. يحلل الطالب هذه الكلمات إلى حروف ومقاطع. أحمد، أسامة، إيناس، شتاء. أضع دائرة حول أ أو إي إ. نفتح الصفحة رقم 50. أضع دائرة حول الكلمات التي تحتوي الهمزة. أقبل، أنس، سماء، أميمة، إيمان. أحلل الكلمات إلى مقاطع. أسرة، أسرة، أو عفوا أسرة. ها، نا، أو، هناء. أسماء، أسماء. أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ. ما أن، أر نا بن، إك را مو. اقرأ. أكلت إيمان لوزا. أقبل علاء مسرعا. ألون الهمزة مع التنقيط بالقلم الرصاص أ إي إ. أملأ الفراغ بالشكل المناسب أ أو إي إ، ثم ألفظ. أيمن، أي ما نو. أختي، أختي. إسعاف، ما. اكتب بخط جميل أ أو إي إ. أسماء، أقبل، إيناس، هناء. أكلت إيمان لوزا. وشكرا لكم.